طيب تمام. في أي سؤال على المادة so far؟ طيب تذكروا إحنا بلشنا المرة الماضية بشابتر 4، وشابتر 4 هو متعلق بموضوع استخدام الفريكوانسي دومين للتعامل مع الإيمجز، فتحديدا رح نستخدم أو رح نحكي عن الفوريير ترانسفورم حتى نقدر نتطلع ببساطة على الصور من وجهة نظر أخرى، حتى نقدر نتطلع على السيجنال اللي بين إيدينا اللي هي 2-dimensional signal من زاوية أخرى، بتكشف لنا جوانب أخرى مش ما بنقدر نشوفها بالspatial domain تبع الصورة. فهذا هي الفكرة الرئيسية، حكينا بشابتر 4 إنه نستخدم the frequency analysis حتى نقدر نتطلع على الصورة في مجال آخر، نقدر نسوي بعض العمليات في هذا المجال نوعا ما تحديدا اللي هي العمليات اللي هي عملية الفلترينج اللي شفناها كيف نسويها بالسبيشال دومين، الآن بدنا نشوف كيف نسويها بالفريكوانسي دومين. فإذا الفكرة الرئيسية في التشابتر إنه نتعلم كيف نحسب الفورير ترانسفورم للصورة، ومن ثم كيف نستخدم هذا الفورير ترانسفورم تبع أي صورة حتى نسوي عمليات فلترينج مختلفة. لكن حتى نوصل لهي المرحلة بلشنا نقدم للموضوع المرة الماضية، فحكينا شوية هيستوري عن الفورير أناليسز بشكل عام اللي بيشمل نوعين، فورير سيريز وفورير ترانسفورم. فورير سيريز هو للبيريودك سيجنالز، بينما الفورير ترانسفورم هو للأبيريودك سيجنالز أو للإنرجي سيجنالز. إحنا مهتمين أكثر أكيد زي ما حكينا بالأبيريودك سيجنالز اللي هي الإيمجز اللي بين إيدينا، فبالتالي اهتمامنا أكثر بالفورير ترانسفورم. بعدين غطينا شوية أساسيات الكومبلكس نمبرز، حكينا عن بعض أنواع السيجنالز اللي ممكن نحتاجها، حكينا عن اليونت إمبلس. طبعا في البداية غطينا الموضوع من وجهة نظر الكونتينيوس variables، يعني عم بحكي هون التايم is continuous والأمبليتيود is continuous للفنكشن. بعدين انتقلنا وحكينا عن الديسكريت فورم لهذه السيجنالز وبعض البروبرتيز المهمة، أهمها كانت السيفتنج بروبرتي للإمبلس فانكشن رح نستخدمها كتير. برضو حكينا من الفانكشنز اللي بتهمنا في هذا الشابتر اللي هو الإمبلس ترين أو اللي هو بيريودك فانكشن أوف إمبلسز بسبيسينج معين أو ببيريود معينة دلتا تي، برضو هاي بتهمنا later on. This is the definition of the Fourier series. بعدين حكينا اللي بهمنا أكثر الفورير ترانسفورم. فby definition الفورير ترانسفورم for a function for one continuous variable هو بهذا الشكل، فبقدر أحسب منه اللي هو الفورير ترانسفورم which is usually a complex quantity، بمعنى آخر إلها magnitude وإلها phase. بقدر أرجع برجوع، حكينا ميزة الفورير ترانسفورم it is lossless، يعني إذا باخذ سيجنال بحسب لها الفورير ترانسفورم، بعدين باخذ الفورير ترانسفورم وبحسب الانفرس فورير ترانسفورم، I can get f of t back as is بدون أي خسارة، بدون ما أخسر أي جزء من هذه السيجنال، given that I don't modify f of mu or the Fourier transform itself. بعدين شفنا example على الفورير ترانسفورم للريكت فانكشن، وحكينا ببساطة sync function هو real لكن أكيد فيه له magnitude وphase، الphase تبعه إما صفر وإما pi أو إما 180 لأنه هو إما موجب وإما سالب. عادة رح نسويه في الجزء الثاني عملية الفلترينج، إحنا عادة نمسك الماجنتيود تبع السيجنال أو الفورير ترانسفورم ونحاول نغير فيه حتى نسوي عملية فلترينج بشكل معين. بعدين شفنا برضو بعض الإكزامبلز على الفورير ترانسفورم للإمبلس، لأنه برضو بهمنا الإمبلس لقدام شوي، اللي هو حكينا الإمبلس لاحظ كيف الديوريشن تبعه في التايم هو زيرو، الفورير ترانسفورم it spans the entire spectrum من minus infinity to infinity and this يعني explicitly shows the inverse relationship between time and frequency between t and mu، مقلوب الآخر، كل واحد فيهم مقلوب الآخر. وهي نقطة مهمة، property مهمة. برضو شفنا الفورير ترانسفورم لشيفتد or translated delta،
عند تي 0 فحكينا ببساطة الفوري ترانسفورم رح يكون 1 times some phase اللي هي مقدار الشفت plus plus minus minus. ولاحظ هون الال هي هون فوق التي 0 فthis is the amount of shift in time domain. العكس برضو صحيح، لو أسوي شفت لدلتا بالفريكوانسي دومين وأحاول أشوف كيف شكلها بالتايم دومين رح تكون 1 times shift أو phase بالتايم دومين، phase بالتايم دومين، لكن العلاقة هون معكوسة plus minus minus plus. الفوريير ترانسفورم للبيسز تبعت هذا الترانسفورم، لاحظ الاقترانات اللي بتشكل الاساس تبع الفوريير ترانسفورم هي ساين وكوساين which are periodic functions. مع ذلك في لهم فوريير ترانسفورم اللي هو الساين زي ما شفنا المره الماضيه، هو عباره عن two impulses located at a و minus a. what is a بهي الحاله؟ هي الفريكوانسي فعليا تبع الساين صح، وهذا هو الراديان فريكوانسي، بينما this is the frequency in hertz. خلينا نحكي مظبوط. نفس الشيء الكوساين هو two impulses لكن شكل الترانسفورم شوي مختلف، لكن كماجنتيود هم راح يكونوا، إذا باخذ الماجنتيود تبع الفوري ترانسفورم of the sine and the cosine they will look the same، راح يكون شكلهم نفس الشكل، الاختلاف بينهم بالفيز، هون في j وفي minus بينما هون ما في j، يعني cosine دائما real والزاوية دائما تبعته صفر. فإت إز الفوريير ترانسفورم فور ذا كوساين إز أولويز أ ريال فانكشن إن ذا فريكونسي دومين، يعني إف أوف يو ميو إز ريال فور ذا كوساين. هلا في الساين لا، إت إز نوت ريال، فيها جي لأنها كومبلكس. برضو حكينا عن إنه ممكن أحسب الفوريير ترانسفورم للترين أوف إمبلسز لأنه راح أحتاجه كمان شوي. فلما تأخذ train of impulses اللي هو حكينا impulses separate in time separated by delta t، الفوريير ترانسفورم برضو راح يكون impulses بالfrequency domain لكن separated by 1 over delta t، by 1 over delta t. فأول impulse بتكون عند 0، الثاني بتكون عند 1 over delta t، الثاني عند 2 over delta t، 3 over delta t وهكذا. ونفس الشيء بالاتجاه المعاكس لأنه الـ n goes from minus infinity to infinity. It is أصلاً هي periodic في time فهي طلعت periodic بالـ frequency domain، لكن كل واحدة من هدول الـ impulse is scaled by 1 over delta t، يعني الـ spacing with time مقلوب الـ spacing with time برضو بيأثر على الـ magnitude of this impulse. برضو حكينا عن الـ convolution theorem، إذا بتتذكروا حكينا convolution in time ببساطة هو multiplication بالفريكوانسي، multiplication بالفريكوانسي هو convolution في time. فthis is very important، رح نستخدمها هاي theorem كثير. نفس الفكرة كمان حكينا convolution بالفريكوانسي domain اللي هو الجزء الثاني من ال convolution theorem، هو عبارة عن multiplication في time والعكس صحيح. if I take two functions in time multiply them وأحكي what is the Fourier transform of this multiplication، فعليا هو convolution of the transform or the Fourier transform of the two functions in the frequency domain. تمام، فهذا كان حبيت أمر عليهم بسرعة لأنه المرة الماضية كانت المعادلات شوي ملعبكة، السيمبلز كانت مش ظاهرة بشكل دقيق بسبب أني كنت كاتبهم بأبليكيشن يعني أد أون على الوورد، فما كان التابلت يقدر يفهمهم. فوصلنا لهون عند موضوع السامبلينج. الآن موضوع السامبلينج موضوع مهم جدا ونوعا ما حكينا عنه احنا بشابتر 2 لما حكينا عن الايمج اكويزيشن والكوانتايزيشن اذا بتتذكروا. يعني حكينا اي صوره باخذها it is basically a continuous signal. هي continuous في السبيس and continuous in the magnitude. لأن حتى أخذ هاي الصورة اللي قدامي بإيميجينج ديفايس وأخزنها على كمبيوتر وأقدر أني أسوي عليها بروسينج على الكمبيوتر، أنا بحتاج أني أحول هاي الصورة من الكونتينيوس فورم تبعها إنتو ديسكريت أو ديجيتال فورم. لأن كيف بسوي هاي العملية إذا بتتذكروا شو بحتاج حتى أنتقل من كونتينيوس إلى ديسكريت؟
شو العمليات اللي بحتاجها حتى أسوي analog to digital conversion. Sampling, but then quantization. Exactly. يعني حكينا الصورة إذا كانت continuous in space and magnitude معناها I have infinite number of points في هاي الصورة and every point ممكن تكون قيمتها تتاخذ من أي قيمة من minus infinity إلى infinity. ففي الاتجاهين أنا في عندي unlimited range من ناحية عدد samples ومن ناحية قيم هاي السامبلز. فهذا الكلام الكمبيوتر ما بقدر يتعامل معه. فكيف حالجنا هاي المشكلة؟ لأنه الكمبيوتر it has finite memory, it has finite computational power. فإذا بدي أخلي الكمبيوتر يقدر يتعامل مع هاي السيجنالز لازم تصير هاي السيجنالز limited. Limited من ناحية عدد الفاليوز الموجودة أو عدد البوينتس الموجودة وليميتد من ناحية القيم اللي ممكن تأخذها هذه البوينتس. ما بقدر أتعامل مع عدد لا نهائي من الفاليوز اللي ممكن تأخذها أي بوينت من هذه البوينتس. فكانت الخطوة الأولى أني أقلل من عدد البوينتس بدل ما يكون عندي infinite number of points في الصورة يصير عندي عدد finite number of points اللي هي العملية اللي سميناها sampling أني أخذ عينة من هاي السيجنال. فلو أحكي عن one dimension لو ناخذ في عين الاعتبار في البدايه one dimension لو عندي هذا الفانكشن f of t which is a continuous signal from minus infinity to infinity فالان بدي اسوي له processing على الكمبيوتر I cannot work with it لانه فيه infinite number of points وكل point ممكن تاخذ اي قيمه من minus infinity to infinity فعاده شو بسوي باجي بحكي I will take some range لهذا الفانكشن فانا حددت الرينج تبع هذا الفانكشن لكن still في عندي infinite number of points فحكينا باخد الحل لهذا الكلام اني اخد sample من هدول points اخد عينة من هدول points وعادة spacing بين هدول points بكون regular او uniform فعشان هيك بسموه regular sampling فأنا عم باخد sampling فأنا هون هيك بفترة زمنية معينة اخدت عدد معين من points هاي العملية اللي هي بنسميها sampling هاي العملية بنسميها sampling لأن ليش رجعنا نحكي هون عن sampling لشغلتين مهمات إنه إحنا في النهاية رح نتعامل مع sampled signals يعني الصورة اللي معانا هي sampled ولما تكون sampled رح يكون لها شكل معين بالfrequency domain دي أشوف كيف بصير شكلها بالfrequency domain حتى أقدر أعرف كيف أسوي العمليات المختلفة والنقطة الثانية إنه إذا بتتذكروا حكينا I need to take sufficient number of samples وعادة بيكون هدول السامبلز spaced by delta t فكانت الفكرة إنه how many samples should I take over this period of time اللي هي t كم عدد السامبلز اللي أخذهم أو بمعنى آخر what is the spacing between the samples in time or in space يعني هذه أنا كاتبها t بس ممكن تكون مسافة هي variable بغض النظر فهذا السؤال برضو نقدر نجاوب عليه لما ندرس what is the effect of sampling on the frequency domain representation of the signals يعني من هاي القيمة بقدر أحط لها lower bound و upper bound خلينا زي ما رح نشوف إذا بعرف شو أثر عملية السامبلينج على شكل الفورير ترانسفورم تبع السيجنال فالآن حتى نوصل لهذه المرحلة بدنا نحاول نحط الأمور بقالب رياضي فالآن عملية السامبلينج اللي هي أنا رسمتها زي هون أني أخذ هاي الفاليو هاي الفاليو هاي الفاليو هاي الفاليو and so on how can I represent this operation mathematically كيف ممكن أمثل هاي العملية رياضيا عملية السامبلينج ممكن تضرب pulse train في السيجنال تمام يعني ألاحظ أنا بدي طريقة بالرياضيات أني أخذ هاي البوينت وهاي البوينت وهاي البوينت وهاي البوينت فهذا الإشي يا مالك أنا بقدر أسويه لو ضربت هذا الفانكشن بترين أوف إمبلسز لو سويت ملتيبليكيشن بين هذا الفانكشن الأساسي اللي هو F of T و S of T اللي هي عرفناها إحنا ترين أوف إمبلسز السبيسينج بين الإمبلسز دلتا T ففعلياً أنا راح أكون سويت عملية السامبلينج راح يصير في عندي F tilde اللي هو السامبلد function هذا sample function اللي هو حاصل ضرب f of t بالترين of impulses ففعليا
هو هاي العملية. لاحظ بدخل البادر أدخل الـ f of t جوا لأنه it's not function of n. فبعليلاً sampled function, this is the mathematical expression for the sampled function. طيب الآن شو الفكرة؟ أنا بدي أشوف what is the effect of this sampling على the transform or the Fourier transform تبع الـ signal. فإذاً شو ممكن أسوي؟ لو جينا أول شيء طلعنا what is the sample value at each point. لو بدي أطلع قيمة السامبل الوحدة ببساطة بدي أسوي integration اللي هي فعليا sifting property. فقيمة السامبل الوحدة الـ kth sample هي ببساطة قيمة الفانكشن at integer multiple of the sampling period. هذه delta t اللي هي sampling period أو the spacing between the samples. ففعليا قيمة اللي هي sifting property إذا تتذكروا. يعني لما أنا أضرب أي function بدلتا لو بدي أعرف قيمة الفنك قيمة الـ expression هذا عند النقطة هذيك راح أسوي integration. راح أسوي integration for every k اللي هي n مظبوط. فراح يطلع معي قيمة الـ sample. ف this is the sampled function بدك تسميه f sub k أو f tilde. فبادر إني أعبر عنه بهاي الطريقة. الآن هاي العملية أنا زي ما حكيت هدفي إني أشوف what is the effect of sampling بالfrequency domain. شو راح يأثر السامبلينج على الفورير ترانسفورم عشان أستنتج منه بعض الشغلات اللي بحتاجها later on لما أسوي العمليات المختلفة. فالآن لو جينا افترضنا إنه هذا الفانكشن الأساسي الcontinuous إله فورير ترانسفورم f of mu. فالآن سؤالنا what is the Fourier transform of the sampled function اللي هو f tilde of t. What will be the Fourier transform of the sampled function. لاحظ هذا الفانكشن هو عبارة عن multiplication between two functions اللي هم مين f of t مظبوط ومين ال s of delta t أو s delta t اللي هي train of impulse. فالآن حسب الـ convolution theorem إذا بتتذكروا if I multiply two functions in the time domain this is equivalent to convolution in the frequency domain. Convolution بين مين ومين؟ بين الـ Fourier transform of the function اللي هو f of mu والـ Fourier transform of the train of impulses. فإذا الـ Fourier transform للـ sampled function هو الـ Fourier transform by definition فهو المultiplication between these two functions. فبالتالي هو convolution, it is convolution between the two Fourier transforms of the original function and the impulse train. طبعا هاد نعرفه قبل شوي حكينا عنه إنه Fourier transform the train of impulses هو برضو train of impulses لكن spaced at 1 over delta t. وهذا الكلام منطقي لأنه الآن صرت أحكي وين بالfrequency domain. فأكيد spacing of this delta should be in terms or as a function of frequency. Well, frequency هي واحد على time. فهي لاحظ هون this is 1 over delta t. فالspacing هو of 1 over delta t. لكن برضو هو scaled by 1 over delta t كmagnitude for the impulses. طيب إذا بعرف هذا الكلام ما علي غير إني حتى أعرف the Fourier transform of the sampled function إن أسوي convolution بين the Fourier transform of the continuous function, original continuous function, and the Fourier transform of the impulse train. خلينا نشوف هذا الكلام. فإذا أنا حتى أجيب the Fourier transform هون تبع sampled function في time لازم أسوي convolution بين هدول الاثنين. Convolution إذا منتذكر هو ببساطة f of tau s of mu minus tau d tau. هيك تعرف الconvolution إنك تثبت واحد من الfunctions تأخذ function الآخر تسوي له flip then you start sliding it. مظبوط هيك معناها. لأن if I substitute طبعا هذا general يعني هذا it is the Fourier transform of any function لكن أنا بعرف هاد فرح يصير integration ل this multiplied by the Fourier transform of the train of impulses which is this اللي هي طبعا مع دلتا تي واحد على دلتا تي بتطلع برا. فهي بهذا الشكل
الآن الانتجريشن والسميشن I can interchange الorder تبعهم ف I can write it that like this يعني أدخل الانتجريشن جوا أسوي سميشن بعدين يعني I integrate then I sum أو I sum then I integrate it is the same they are equal فصفت بهذا الشكل إنه this convolution هو summation of this طبعا ايش هو هذا this هذا اللي هون هو تكامل الفورير ترانسفورم multiplied دلتا minus tau minus n دلتا over دلتا tau دلتا t what is the value of this شو راح تكون قيمة هذا الاشي اللي بالمربع الاحمر او الريكتانجل الاحمر حطيته هون عبارة عن لاحظ هذا عبارة عن integration لفانكشن معين اسمه f مضروب في امبلس عند لوكيشن معين شو بصير شو تكاملها هاي الشيفتنج بروبرتي ايوه انه هايله اسمع صوت نهايله اول مره بتشارك اف يو ماينس نفس مقدار ازاحه دلتا يعني اف وجواها نفس مقدار ازاحه دلتا اللي هو يو ماينس ثيتا ماينس ان على دلتا تي اكزاكتلي اللي هي الشيفتنج بروبرتي يا مالك مزبوط اللي هي ببساطة إنه هاي فعليا راح تكون قيمة الفانكشن عند مكان الدلتا بدلالة الميو مزبوط هلا هون الرننج فار الاندبندنت فاريبل هو تاو فوين اللوكيشن تبع الدلتا راح يكون ميو ماينس ان اوفر دلتا تي صح ولا لا يعني هذا كله والريديوس تو ذس لأنه هذا هو اللوكيشن تبع الدلتا with respect to tau هون الـ running أو الـ independent variable هو التاو فبالتالي هذا اللي بين الأقواس هو shifting property فالـ Fourier this implies إنه الـ Fourier transform للـ sampled function هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن الـ original spectrum أو الـ original transform shifted by n over delta t infinite number of times infinite number of times شوف شوف كيف يعني لو جينا تخيلنا I think في example هون yes لو جينا تخيلنا انه الفانكشن الرئيسي او الاوريجينال فانكشن اللي كنت عم بتعامل معها has the following Fourier transform this is the Fourier transform of the original function what will happen if you sampled the original function by delta t by impulse train with the spacing delta t هذا الكلام زي ما شفنا قبل شوي معناه انه sampled spectrum راح يكون عبارة عن ايش او sampled transform راح يكون 1 over delta t summation f of mu minus n over delta t مزبوط هاي شفناها قبل شوي هاي شو معناها for all n من n minus infinity الى infinity طيب لو كانت الـ n تساوي صفر هذا الـ function شو راح يكون؟ راح يكون يعني لو أجي أرسم أنا هون mu I think هي مرسومة بس خلينا نرسمها بعض الـ f of tilde اللي هو الـ spectrum of the sampled function شو راح يكون؟ عند n تساوي صفر راح يكون f of mu راح يكون هو نفسه لكنه مضروب بقديش 1 over delta t صح؟ طيب عند n تساوي 1 راح يكون f of mu o y minus 1 over delta t يعني راح امشي 1 over delta t واحط نسخة منه هون عند ال n تساوي 2 راح يصير زي هيك عند ال n تساوي minus 1 راح يصير في copy هون minus 2 copy هون minus 3 copy هون this is minus 1 over delta t minus 2 over delta t وهكذا إذا شو كانت نتيجة عملية السامبلينج في التايم على الفريكوانسي دومين ريبريزنتيشن اوف ذا فانكشن ببساطة the sample the Fourier transform of the sample function is basically an infinite periodic sequence of copies of mean of f mu spaced at a dash 1 over delta t integer multiple of n of 1 over delta t وهي النقطة مهمة يعني هذا الاستنتاج مهم لأنه راح ينبنى عليه أشياء لاحقة alright فإذا
الفوريير ترانسفورم of the sampled, أنه هون لازم يكون في tilde. This is the Fourier transform of the sampling. This is the effect of the sampling, which is basically generating an infinite periodic copies of the original spectrum that are scaled by 1 over delta t and spaced by integer multiple of 1 over delta t. 1 over delta t. مر عليكم هذا الحكي بمادة السيجنالز؟ I think هما بيغطوه في النهايات، في نهاية المادة ولا لا؟ ما مرش. آه مزبوط. يعني بيغطوه في آخرها، فهون درس يعني تذكير بالموضوع، الموضوع مش صعب. يعني إذا أنا بعرف يعني فوري ترانسفورم للكونتينيوس فانكشن، بدي أشوف كيف شكل الفوري ترانسفورم للديسكريت فانكشن أو الديجيتال فانكشن. فهو بهذه هي فعلياً الفكرة تبعت السامبلينج. فthis is the Fourier transform of the sampled function. الآن based على هاي الرسمة اللي قدامنا اللي هي the Fourier transform of the sampled function, we can conclude something. لو جيت أنا حكيت I want to reconstruct this from this the Fourier transform of the sampled function. يعني لو بدي أرجع برجوع، بدي أرجع برجوع. شو يعني أرجع برجوع؟ يعني من sampled function f of t بدي أرجع back ل f of t. كيف ممكن أسوي هاي العملية؟ كيف ممكن أسوي العملية؟ إيش يعني أرجع من f tilde ل f of t؟ ببساطة يعني أرجع من this into this. How can I do this? شو العلاقة بين الرسم اللي فوق والرسم اللي تحت؟ ممكن تضربها بريكت؟ أضربها بريكت يا مالك. شو اللي هو أضربه بريكت؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ F tilde بتضربه بريكت. قيمة أيوة. يعني الماجنتيود تبقى واحد. بيصير F الفوق. تمام. يعني الفكرة يا مالك إنه إحنا إذا بدي أرجع من ال sampled function لل original function, can I recover the original function from the sampled function؟ بحكي له yes, definitely you can do that if you can isolate this. مزبوط. إذا بقدر أفصل هاي أنا فعليا بكون بضل عندي مين ال Fourier transform of the original function. If I take the inverse Fourier transform of this, راح أحصل على مين؟ على f of t. فإذا in order to recover the original function, what operation should I do in the frequency domain? ببساطة إني أضرب هذا الفورير transform بإيش؟ بfunction زي هيك that is all zero everywhere except here. مظبوط. من هاي الفترة over this interval. طبعا أكيد الماجنتيود تبعه لازم يكون قديش؟ دلتا تي، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه أصلا هدول إيش مالهم؟ إيش الماجنتيود تبعهم؟ 1 over دلتا تي. فإذا أنا لازم أضرب السبيكترم أو الفورير ترانسفورم of the sampled function بفانكشن اللي هو ريكت زي ما حكى مالك، اللي هو عبارة عن مربع زي المربع من والماجنتيود تبعه دلتا تي. فونس يو ملتبلاي يو ويل اوبتين ذس. اف يو تيك ذا انفرس فورير ترانسفورم بيسيكلي يو ويل اوبتين ذا اوريجينال فانكشن. طيب الان من بناء على هذا الكلام، بناء على هذا الكلام، كان وي كونكلود ذا فاليو اوف دلتا تي. هل ممكن نستنتج شو القيمة اللي لازم تكون تبعد دلتا تي حتى فعليا أقدر أسوي هاي العملية؟ شو هي العملية؟ إني to reconstruct the original function from the sampled function. راح تحكي لي ببساطة إنك بدك تجيب الريكت، تقدر تحط الريكت وتفصل هاي الكوبي اللي هي اللي عند الأوريجين وتضربها في دلتا تي. تمام؟ طيب الآن تخيل لو كانت هاي الدلتا تي is not large enough، ما كانت كتير كبيرة بحيث إنه قيمتها كانت هون مثلا، قيمتها كانت هون،
بالتالي قيمتها راح تكون هون وهكذا. فالكوبيز وين راح تكون موجودة؟ الكوبيز راح تكون موجودة زي هيك، مظبوط؟ شو معناها؟ الاف تلدا which is summation of copies، هل راح يكون شكله بهذه الأناقة ولا راح يكون ينجمع؟ لأنه summation إنك تجمع الكوبيز، مظبوط؟ إنك تجمع الكوبيز، فرح يصير في distortion على شكل الاف اف ميو إذا كان الدلتا of t قيمتها مش كافية، إذا كانت is not small enough في التايم، أو إذا كان الفريكوانسي السامبلينج فريكوانسي. شو يعني واحد على دلتا تي على السامبلينج بيريود؟ يعني this is fs السامبلينج فريكوانسي، how often do we sample؟ إذا ما كان large enough السامبلينج فريكوانسي ما رح أقدر إني أسوي reconstruction إني أرجع back. فلان هاي الملاحظة هي اللي بتخليني أستنتج السامبلينج ثيرم. السامبلينج ثيرم بكل بساطة بتحكي لي if you want to recover the original function from the sampled function, from the sampled function, then you have to satisfy a certain condition in term for the sampling frequency. طيب شو هذا الكونديشن؟ ببساطة إنه sampling frequency هذه هي fs لازم تكون أكبر من 2 mu max. شو يعني 2 mu max؟ mu هي frequency. فإذا بتتذكروا كان قبل شوي مثلاً الspectrum أو الفوريير ترانسفورم هيك شكله، لأن this is mu max and this is minus mu max، لأن غالباً معظم السيجنالز اللي متعامل معهم بيكون شكلهم إشي زي هيك، مش إنه شكلهم إنه مثلث، لا شكلهم أو طبيعتهم إنه هم band limited. شو يعني band limited؟ يعني الrange of frequencies اللي موجودة في هاي السيجنال بتكون رينج محدد، هيك معنى band limited. band limited signal اللي هي هذا الترم، إنه الرينج of frequencies محدد بقيم معينة من إلى. فالآن السامبلينج ثيرم تحكي لي إذا أنت بدك يكون عندك قدرة تأخذ هذا اللي هو ال F tilde of mu اللي هو عبارة عن copies لا نهائية من ال original spectrum، this is minus 1 over delta t أو fs and this is 1 over delta t. What is the value of delta t? What is the maximum value of delta t? What is the minimum value of fs بمعنى آخر؟ ببساطة بدي أحكي له أنه هاي الفاليو لازم تكون أكبر من twice this. ليش؟ تخيل لو this is a mu max and this is a twice mu max 2 mu x، فبالتالي زي كأني بسوي sampling أو بسوي placing للcopy هون. ف this is the point where there will be no overlap between the copies. ما رح يكون في overlap، والoverlap مشكلة لأنه أنا بجمع، مزبوط؟ يعني ال f tilde of mu it is summation، فأنا بجمع الcopies، فشكل الfunction رح يتغير، وبالتالي لو حاولت أسوي isolation بإني أضرب بريكت ما رح أقدر أرجع. فهذه هي ببساطة السامبلينج ثيرم تحكي لي إذا كان في عندي band limited signal. band limited signal يعني الفريكوانسي كونتنت تبعها محدود برينج معين، and I want to sample it, then my sampling frequency in the spatial domain should be twice the maximum frequency in the signal, the maximum frequency content in the signal اللي هي الميو ماكس. ليش؟ حتى أضمن إنه لما أسوي shifting due to sampling in and then I add the copies there will be no overlap، وبالتالي راح يضل شكل الفانكشنز هي copies من الأوريجينال spectrum. تمام؟ فهذه نقطة مهمة بتجاوب على السؤال اللي حكيناه، وبتجاوب على السؤال الثاني ليش عم نطلع على السامبلينج مرة تانية؟ لأن جاوبنا سؤالين. السؤال الأول إنه كيف شكل الفريكوانسي دومين ريبريزنتيشن of the sampled function اللي هو فعلياً copies placing copies of the original spectrum at integer multiple of the sampling frequency اللي هي 1 over delta t. والسؤال الثاني إنه what is delta t؟ What is the suitable value for delta t اللي هي sampling period أو sampling frequency واحد على delta t. هذه السلايد اللي هي sampling theorem بتجاوب هذا الموضوع.
الآن الآن قيمة هذا الكونديشن بترتب عليه ثلاث حالات، ترتب عليه ثلاث حالات. لو جيت حكيت إنه الـ FS تبعتي sampling frequency حكيت لو أخذتها إنها أقل من 2 mu max أو أخذتها تساوي 2 mu max أو أخذتها أكبر من 2 mu max، شو راح يصير عندي؟ هلأ الحالة الأولى اللي هي لما تكون sampling frequency اللي هي الـ FS أقل من 2 mu max، شو راح يصير في عندي؟ راح يصير في عندي overlap بين الكوبيز. أنا ما عم بسوي spacing بين الكوبيز كافي بحيث لما أجمعهم they don't overlap. But this is called undersampling and this has to be avoided. ليش؟ I cannot reconstruct the original spectrum من مين؟ spectrum of the sampled function. لأنه راح يصير في overlapping. الحالة الثانية اللي هي إني أسوي sampling at fs equals الماكسيمم twice الماكسيمم frequency content اللي هو بسموه Nyquist frequency أو Nyquist rate. sampling at the Nyquist rate or sampling Nyquist frequency اللي هي ببساطة إنه sampling frequency يساوي twice the maximum frequency in the signal. طبعاً this is okay لأنه زي الرسم اللي رسمته قبل شوي راح يكون في عندي ما رح يكون في عندي overlapping between the copies اللي موجودة بالspectrum تبع sampled function، لكنها غير محبذة it is not practical لأنه أقل تغير في ال error صغير في ال في ال في sampling frequency ممكن يصير في overlap بين الcopies. عادة الناس تشتغل على الحالة الثالثة اللي هي ال oversampling. oversampling اللي هي ببساطة إنه يكون sampling frequency أكبر من twice the maximum frequency content حتى أضمن يصير في separation كافي بين بين الكوبيز. تمام؟ فأنا عم بسوي إزاحة بهذا المقدار. This is one over delta t أو integer multiple of the sampling frequency. فعادة ليه الناس بيشتغلوا بأنه يختاروا sampling frequency أعلى من twice the maximum frequency in the signal. هلا ليه اسمه if over sampling؟ لأنه فعليا أنا عم باخد عدد من السامبلز أكثر من اللي بيلزمني، وهذا هيك معناها هون إنه أنا بعدت الكوبيز أكثر من اللازم. أنا فعليا اللي بيلزمني critical sampling إنه أنا أخذ this number of samples، لكن when it comes to actual implementation لهذا الحكي زي ما حكينا ممكن السامبلينج frequency يصير فيها drift صغير تنزل عن ال 2 mu max. فالآن شو راح يصير؟ راح يصير في overlap، راح يصير هذا الشيفت غير كافي إنه يبعد الكوبيز عن بعض. فعشان هيك اسمه critical. يعني okay they are sufficient، عدد السامبلز اللي بأخذهم في الحالة الثانية sufficient but the situation is critical، إنه أي غلط صغير ممكن يخرب الspectrum وبالتالي I cannot go back، I cannot recover the signal. طبعاً under sampling معناها إنه I'm not taking enough number of samples، فبالتالي I will not be able to reconstruct the original function due to the overlap between the copies of the Fourier transform in the frequency domain. فهون الثلاث حالات بورجيني اياهم. هون oversampling يعني الدلتا تي هون عم باخذها او ال FS او 1 over delta t اكبر من هاي القيمه اللي هي twice the mu max. This is twice the mu max، بالتالي there is sufficient spacing between the copies. هون critical sampling they touch each other، شغال على border line أنا، situation very critical. under sampling سويت copies ولما جمعت رح أجمع رح يصير شكل spectrum بهذا الشكل. فتخيل لو جيت الآن أسوي reconstruction أضرب بريكت زي ما حكى مالك أحاول أرجع، ما رح يرجع معاي الoriginal spectrum، بينما في الحالة هاي وفي الحالة هاي I can recover the original spectrum أو the original Fourier transform لما تكون عندي critical sampling أو over sampling. تمام؟ فإذا جاوبنا اليوم هدول السؤالين المهمات جدا. What is the sampling frequency? How often? How many samples to take? How often do we sample? والسؤال الثاني جاوبنا How does the Fourier transform of the sample function look like? كيف شكله؟ اللي هو زي ما شفنا بهذا الشكل عبارة عن copies من original spectrum.
طبعا هون عم بحكي عن النقطه اللي حكيتها قبل شوي اللي هي how to recover f of t from its sampled version. ببساطه اني اضرب الفوريير ترانسفورم of the sampled function هاد بفانكشن اللي هو سميناه ريكت. طب شو يعني ريكت؟ يعني يكون قيمته دلتا تي من ماينس ميو ماكس الى ميو ماكس، اللي هو اذا بتتذكروا زي هيك كنا، هاي ميو ماكس وهي ماينس ميو ماكس وفي كوبيز هون، فانا بدي هاي المنطقه بس، فبالتالي بضربها في واحد او المفروض اضربها حكينا في دلتا تي. ليش؟ لانه لما اسوي سامبلينج الفوريير سبيكترم بصير له سكيلينج ب1 اوفر دلتا تي. فهي نقطه حكيناها اوريدي، هاو تو ريكونستراكت اور ريكفر اف اوف تي، فراح اضربهم ب اضربه بذس، بعدين اخذ الانفرس فوريير ترانسفورم، فرياضيا راح احصل على الاف اوف تي بكل سهوله في حاله الكونتينيوس كيس. وهذه الرسمه بتمثل لي الكلام اللي حكيناه قبل شوي، انه اجيب هذا الريكت فانكشن اللي هو الاتش اوف ميو واضربه بالسبيكترم تبع السامبلد فانكشن، اي ويل اوبتين ذا سبيكترم اوف ذا اوريجينال فانكشن. بعدين إيش؟ if I take the inverse Fourier transform راح أحصل على ال f of t. طبعاً هذا function زي هيك، يعني المصطلح المتداول لما أسوي عملية زي هيك بالfrequency domain هي عملية filtering، إني أضرب بfunction معين، أضرب Fourier transform for some function with what some other function. The other function عادة بنسميه الfilter function. But this is a filter function. وتحديدا زي ما راح نشوف later, this is a low pass filter. This is a low pass filter. ليش؟ Because it passes the frequencies القريبة من الصفر. يعني low frequencies. بينما it kills the frequencies اللي أعلى من قيمة معينة. ف it passes the frequencies القريبة من الصفر، عشان هيك اسمه low pass filter. طبعا هون بورجيني الحاله اني احاول اسوي ريكفري للفانكشن من سامبلد سبيكترم، من سبيكترم تبع السامبلد فانكشن، لما تكون السامبلينج اندر سامبلينج، او يكون عندي فريكوانسي السامبلينج فريكوانسي از نوت هاي انف. فلاحظ كيف زي ما حكينا بصير في اوفرلاب. ليش الاوفرلاب، او ليش بصير عفوا شكله زي هيك بعد الاوفرلاب؟ لانه انا بجمع، دائما اتذكر انه اف تلدا هو سميشن لإلهم، هو سميشن. فلما يصير في اوفرلاب وتجمع بصير في الديستورشن اللي شايفينه هون احنا. فلما الان تضرب الفلتر عشان ترجع الاوريجينال سبيكترم من ماينس من ميو ماكس الى ماينس ميو ماكس، المفروض هاي المعلومات بنعرفها احنا من الاوريجينال فانكشن، راح يطلع معك شكل السبيكترم زي هيك. هل لو اخذت الانفرس فورير ترانسفورم راح يطلع معي f of t؟ definitely no، لأنه هذا السبيكترم مش نفسه الأوريجينال سبيكترم. alright، مهم جدا إنه نفهم ونستوعب الكلام اللي حكيناه، لأنه هلا بدنا نوسع عليه، راح تصير الأمور شوي أصعب لما نروح لل discrete Fourier transform. يعني كل النقاش اللي حكيناه قبل شوي انه سوينا فورير ترانسفورم لا كونتينيوس فاريبل، يعني التي كانت كونتينيوس، فكنا عم نحكي عن فورير ترانسفورم اوف كونتينيوس فاريبل. طيب الان احنا ما بدنا نتعامل مع كونتينيوس، بدنا نتعامل مع ديسكريت، وتحديدا مش ديسكريت ب 1 دي ب 2 دي، لكن خلينا نقتصر على نسوي اكستنشن الان، نزيد نمشي خطوه لقدام ونتطلع على الفورير ترانسفورم في حاله الديسكريت فاريبل. يعني لو افترضنا انه الفانكشن اف اوف تي از نوت كونتينوس، وهذا هو فعليا الوضع اللي بلاقيه في الصور. يعني الصور اصلا هي بالتايم او بالسبيس اتس نوت كونتينوس، ات از وات؟ ات از ديسكريت، مظبوط. فالان كيف ممكن احسب الفورير ترانسفورم لفانكشن ذات از ديسكريت، فانكشن ذات از ديسكريت؟ يعني بما انه صار الفانكشن ديسكريت، بالتالي الانتجريشن بصير ايش؟ سميشن. يعني اذا بتذكروا الفورير ترانسفورم اف اوف ميو لكونتينوس فاريبل هي انتجريشن من ماينس انفينيتي لانفينيتي اف اوف تي e to minus j 2 pi mu t
دي تي، مظبوط. طيب الآن لو بدي أحسب الفوريير ترانسفورم بعد ما سويت عملية السامبلينج، لما سويت عملية السامبلينج، يعني أنا هون بدي أحسب الفوريير ترانسفورم بالأرقام انطلاقا من التايم دومين، ما بديش أشوف شكله بالفريكوانسي دومين. شو راح يصير عندي؟ سامبلينج معناها التايم بطل كونتينيوس، بطل كونتينيوس. شو صار التايم؟ صار ديسكريت، وصار عبارة عن N دلتا T، صح؟ يعني T sub N، صرت أخذ سامبلز كل دلتا T أنا، صح؟ فإذا التايم بطل كونتينيوس، فكيف شكل هذا الإكسبريشن راح يصير؟ بما أنه بطل continuous I cannot do integration، لازم يصير summation، مظبوط. والf of t فعليا ببطل معي كل قيمه، بصير عندي معي قيمة السامبل عند n of delta t اللي هي سميناها fk قبل شوي أو f sub n. طيب وال e to minus j 2 pi mu t بتصير e to minus j 2 pi n delta t. فإذا هذا الإكسبريشن فعلياً بحسب لي الفوريير ترانسفورم of the sampled function انطلاقاً من التايم دومين. يعني كيف أحسب الفوريير ترانسفورم للسامبلد function من التايم دومين؟ ببساطة عوضت في الفوريير ترانسفورم في حالة الكونتينيوس، بس الآن التايم بطل كونتينيوس، صار ديسكريت. ومتى أنا شو هي قيم التايم؟ هي integer multiple of إيش؟ دلتا تي، integer multiple of دلتا تي. فبالتالي الانتجريشن بصير عبارة عن summation. فالآن if I want to calculate the Fourier transform of the sampled function ما علي غير أني أطبق هذا الإكسبريشن اللي هو ببساطة discrete version من continuous version، قيمة السامبل عند n دلتا تي مضروبة في e to minus j 2 pi n delta t. ولاحظ I sum with respect to n، ففي النهاية هاد رح يطلع بدلالة mu بس، يعني بدلالة الفريكوانسي variable. طيب وين المشكلة هون؟ هل أنا في النهاية بدي ألاقي الفورير ترانسفورم للديسكريت function تبعي أو للديسكريت signal تبعتي عشان أعرف أتعامل معه؟ رح تحكي لي طب ما احنا لقيناه، مش هيك شكله هذا الـ F of tilde mu؟ مش لقيناه؟ كيف شكله؟ لو كان الـ original spectrum زي هيك رح تلاقي إنه شكله integer أو infinite number of copies at integer multiple of 1 over delta t. تحكي لي هاي موجود، خلص اشتغل. رح أحكي لك في مشكلة هون. إيش المشكلة مع الـ Fourier transform of the sampled function؟ لو بدي أسوي processing على الكمبيوتر أخذ هذا الفوريير ترانسفورم of the sampled function عشان أسوي filtering أو أسوي أي operation بالfrequency domain، شو المشكلة اللي راح أصطدم فيها مع الـ F تلدة هذا؟ بدي أسوي operation بالfrequency domain لsampled function، فرحت أخذت sampled function وحسبت له الفوريير ترانسفورم، طلع الشكل اللي قدامي. فالآن باجي بحكي بدي أتعامل مع هذا الـ function اللي هو f تلدة، بدي أسوي له processing، بدي أضربه في اثنين، بدي أقسمه على كذا، بدي أسوي له shift، whatever operation. Can I do this on a computer؟ علشان في infinite number of copies هاي المشكلة رح تكون؟ يعني أسيل مزبوط، يعني هذه مشكلة. لاحظ إذا عم بحكي أني أنا بدي أخذ هذا الفانكشن، بدي أخذ هذا الفانكشن وأسوي له processing على الكمبيوتر، رح تحكي لي أنت بحاجة أنك تخزن infinite number of copies من هذا الفانكشن، وكل واحدة من هدول الكوبيز أصلاً إيش مالها كمان؟ continuous، صح ولا لا؟ يعني شو في عندي؟ عندي infinite number of bytes، فأي cannot process in the frequency domain إذا بده يضل الوضع بهذه الحالة. بقدر أسوي processing؟ ما بقدر أسوي processing. فإذا نشوف مع إنه الفانكشن أصلاً في التايم صار discrete، شو يعني discrete؟ يعني إلو finite number of points. لما حسبت له الفورير ترانسفورم طلع الفورير ترانسفورم تبعه continuous، يعني بدلالة الفاريبل mu هو it spans from minus infinity to infinity وفيه infinite number of points. طيب كيف ممكن أتعامل مع هاي المشكلة؟
كيف ممكن أتعامل مع function that is that has infinite number of points على الكمبيوتر؟ كيف؟ أيوة يا عدنان. طبنا من low pass filter. Low pass filter. ما هو أنا لو سويت low pass filter. قبل ما أسوي low pass filter بدي يكون عندي قدرة إني أخزن أو أتعامل مع هذا الشيء. اللي هو فيه infinite number of points. هلا ممكن واحد ينط لي يحكي لي واحد من الخطوات اللي ممكن تسويها انه انت في عندك redundant information هون. ايش هي redundant information؟ انه الفانكشن periodic. هل في داعي اخزن كل البيريودز تبعت هذا الفانكشن؟ ما في داعي. خليني بس اروح هون انا عشان ارسمها. يعني احنا في عندنا الاف tilde عشان أخذ راحتي بس دقيقتين أعطوني نقدم للموضوع بعدين نكمل الثلاثة. ف this is F tilde وهذا هو شكل السبيكترم اللي هو زي هيك إلى ما لا نهاية إلى ما لا نهاية. و this is 1 over delta T and this is 1 over delta T. طبعا this is minus. الآن لو بدي أخزن هذا الفانكشن هل في داعي أخزنه كله؟ اللي هو infinite طبعاً ما في داعي لأنه فيه إشي عم يتكرر. إيش هو اللي عم يتكرر؟ نفس الكوبي وعم تتكرر. every one over delta t بصير فيه تكرار لهذا الفانكشن. فالخطوة الأولى حتى أعرف أتعامل مع هذا الفانكشن إني أنا ببساطة إني ما أخده كله أخذ جزء أخذ period واحدة. فالcommon إني أنا أخذ هاي period. أجي أحكي أنا بدي أخزن بس هاي البيريود بصير ولا ما بصير؟ إذا خزنت one period هل بقدر أرسم الفانكشن كله من minus infinity to infinity؟ yes ببساطة replicate this كرر البيريود هاي. لكن راح ممكن ينط لي واحد تاني أو نفس الشخص يحكي لي ماشي أنت أخذت one period out of infinite number of periods لكن البيريود الوحدة إيش مالها؟ فيها infinite number of points صح ولا لا؟ يعني من هون لهون كم نقطة في عندي؟ كم نقطة في الفانكشن؟ infinite number of points. طب كيف ممكن أتعامل مع infinite number of points؟ ناخذ points معينة يعني مثل نسوي sampling يا أسيل صح ولا لا؟ نسوي sampling بس الآن وين عم بسوي sampling؟ بالفريكوانسي دومين. فرح أجي أحكي بما أني أخذت one period بقدرش أخزن infinite number of points فرح أخذ samples. بهذا الشكل فإذا رح أخذ عدد من samples من الفورير transform تبع sample functions حتى أقدر أخزنهم على الكمبيوتر وأقدر أسوي processing وأقدر أسوي processing. ف this is very important. هو فعليا بيعرف discrete Fourier transform اللي كان موجود عندنا في البداية اللي هو هاد من ما لا نهاية إلى ما لا نهاية وcontinuous هو فعليا Fourier transform بس بسموه Discrete-Time Fourier transform DTFT. لكن إحنا على الكمبيوتر ما بنقدر نتعامل مع infinite number of points اللي هي موجودة في DTFT موجودة في DTFT. شو لازم أسوي؟ لازم أحدد منطقة معينة وفعلياً رح أخذ one period. طبعاً سواء أخذت هاي البيريود أو أخذت هاي البيريود أو أخذت هاي البيريود ما بتفرق. المهم بدي أخذ one period وهاي البيريود أسوي لها sampling. أسوي لها sampling بspacing معين بالfrequency domain اللي هي delta mu. أسوي لها sampling delta mu الآن حتى أحصل على عدد finite من points تمثل الفورير transform of my function. فهدول النقطتين نقطة مهمة هاي النقطة اللي هي بتميز بين هذا الاشي هاد رح يعطيني discrete time Fourier transform which is ايش هو انه الفورير transform continuous فيه infinite number of samples. لكن انا ما رح اقدر اسوي هذا الكلام فيوم الثلاثة بنشوف كيف ممكن انتقل من هون وأوصل لهون اللي هو this is the DFT. إيش هو DFT؟ ببساطة هو الطريقة اللي بحسب فيها العملية اللي سويتها هناك إني أسوي sampling بالfrequency domain. أسوي sampling بالfrequency
دومين. والعملية بسيطة، بدل ما أحسب عند every mu بصير أحسب عند discrete values للميو. يعني لاحظ هون كيف انتقل، بيش بحكي لك الميو بدل ما تكون continuous خليها discrete، فصار يمشي بستيبس اللي هي دلتا ميو، هاي دلتا ميو مضروبة في ام، مضروبة في ام. منكملها نحكي عنها يوم الثلاثة، لكن حاول انك ترجع تتطلع عليها. Alright، قبل يوم الثلاثة. طبعا هذا الموضوع رح يكون داخل معنا في الميدتيرم أكيد.